حضرتك مشرفنا في كاتدرائية ميلاد المسيح اللي تم إنشائها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 15 فدان بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية الحالية اللي في العباسية وعلى الطراز القبطي المصري. الكاتدرائية فتح بتتكون من دور بدروم أسفل الدور الأرضي بيشمل كنيسة 9000 مصلي بالإضافة إلى قاعة مناسبات 9500 فرد بالإضافة إلى صالونات لكبار لاستقبال كبار الزوار ومخازن إدارية. الدور الأرضي يا فندم اللي ستك مشرفنا فيه دلوقتي ده بيسع 7000 مصلي. الستك 7000 مصلي دول في الكنيسة الرئيسية الارتفاع القبو بتاعها يصل إلى 28 متر يعلوه قبة رئيسية بقطر 40 متر وارتفاع 39 متر. تم تزيين بهو الكنيسة ب 73 أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والشهداء والقديسين من المصريين. دور الميزانين يا فندم اللي موجود ده بيتواجد عليه خورس الشمامسة وثلاثة مذبح. اشترك يا فندم في تنفيذ الكاتدرائية 4 شركات مصرية وطنية بالإضافة إلى 10 شركات متخصصة تعمل معها. كان بيعمل في الكاتدرائية فندم 8000 فني ومهندس وعامل. تم تنفيذ الكاتدرائية في 23 شهر اعتبارا من صدور الامر من سيادتك في الاول من فبراير 2017 حتى انتهت يا فندم بحمد الله في نهايه ديسمبر 2018. الاجمالي يا فندم عدد المصلين او السعه الاجماليه للكاتدرائيه 9000 مصلي. بيحيط بالكاتدرائيه يا فندم على 15 فدان سور من الخرسانه المسلحه بارتفاع 6 متر يتخلله 4 بوابات رئيسيه. واي امر يا فندم؟